يبقى الهلال او الوداد كلنا واحد، خليوها بروح وديه، وكان هناك احتفاء كبير يعني من الجماهير المغربيه بفوز الهلال في الفندق. وعلى ما يبدو انه بعد يعني ضحك الكابتن، على ما يبدو بعد ما خرج الوداد ما لنا الا نشجعكم. نشجع اكيد الاهلي المصري. كلنا عينين في راس. انا كنت امني النفس انه ما نتقابل، بس هي القرعه كان بدنا نطول شوي عشان تكون الاجواء يعني في المغرب حلوه كذا ادفى، بس كله واحد. يلا موجودين احنا والاهلي المصري ان شاء الله يمثلون خير تمثيل.